تشرف الناحية العسكرية الرابعة باختتام فعاليات سباق الصداقة عبر الرياضة. هذه التظاهرة التي بدأت دعبت قيادة الجيش الوطني الشعبي في كل سنة على تنظيمها ويشارك فيها جميع الفئات، إن تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية نابعة من إدراكنا للأهمية التي تكتسيها الرياضة على الفرد، خاصة إذا تعلق الأمر بالفرد العسكري. السباق كان على أكمل وجه، كان جد حسن، كان روح المنافسة كانت جيدة، الحمد لله وفقنا ربي وتحصلنا على المرتبة الثانية ما شاء